حلقة جديدة من مدار الغد، طيب الله أوقاتكم. تفاهمات وشراكات بين قوى إقليمية ودولية، فهل تشكل توجها سياسيا جديدا في الشرق الأوسط؟ ورغبة عالمية واسعة في التعددية القطبية، فأي نوع من العالم سيكون ذاك متعدد الأقطاب؟ العالم اليوم حاله ليس كما كان قبل عقدين أو حتى قبل عقد مضى، فما يجري من متغيرات يؤشر إلى أن زمن الأحادية القطبية قد ولى، وأن ما يتشكل حالياً هو عالم متعدد الأقطاب. فرعاية الصين لاتفاق إعادة العلاقات بين السعودية وإيران جعلت مجلة فورين أفيرز تتساءل، هل يتشكل نظام جديد حالياً في الشرق الأوسط؟ فالمجلة ترى أن اختراق الصين أحد أكثر الملفات الشائكة بالمنطقة أمر سيعيد نسج الشرق الأوسط وفق طموحات بكين العالمية مع استفادة تهران والرياض. فبالنسبة لإيران سيفتح الاتفاق الباب لتحسين علاقاتها مع جيرانها، فضلاً عن تقويض نظام العقوبات التي تقوده واشنطن ضد تهران. وبالنسبة للسعودية فإن تعميق الدور الصيني في المنطقة يسهم في تحقيق هدف المملكة بأن تصبح اقتصاداً صناعياً متقدماً. ولكن بحسب فورين أفيرز أيضاً، بكين ستكون الأكثر استفادة من التقارب الإيراني السعودي، فالمنطقة باختصار مهمة للغاية لمبادرة الحزام والطريق الصينية، كما يعتبر الاتفاق نفسه بداية لواقع جيوسياسي جديد وتحدياً من جانب بكين لنفوذ واشنطن التاريخي في الشرق الأوسط. وفي الختام تحذر المجلة الإدارة الأمريكية من ندرة في الخيارات حالياً أمامها، فإما رسم سياسات جديدة تتماشى مع الطريقة التي باتت المنطقة ترى بها مصالحها الخاصة، وإما تستمر واشنطن في فقدان نفوذ كان يوصف بالتاريخي لصالح بكين وموسكو. وفي الحالتين يبدو أن الشرق الأوسط يقترب من دائرة عدم الانحياز، أي عدم الانحياز لواشنطن دي سي. ضيوفنا هم من واشنطن لورانس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن دبي إلهام لي الباحث في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية، ومن الرياض الدكتور محمد الأحبابي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد من الرياض، هذا الاتفاق الأخير ما بين الرياض وطهران، ما هي تبعاته على الشرق الأوسط؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم وضيوف الكرام. بالتأكيد هذا الاتفاق لم يأتي من فراغ. الاتفاق السعودي الإيراني بضمانة صينية وبمقاربة بين أهم دولتين في منطقة الشرق الأوسط، السعودية وإيران، المساحة وعدد السكان والمقدرات النفطية والغاز. وبالتأكيد أن هذا الاجتماع أتى بعد تداول بين إيران والسعودية، خاضت فيه خلال سنتين 5 مفاوضات في العراق وجولتين من المفاوضات في عمان. ولكن بعد زيارة الرئيس الصيني وعقد قمة عربية خليجية سعودية صينية في الرياض، وعاد إلى الصين، قدم إليه مدعوا الرئيس إبراهيم رئيسي، و
تم التهيئة والتحضير لهذا الاجتماع. هذا الاجتماع يا سيدي بالتأكيد هو يقود المنطقة إلى أن يكون اهتماما بالوضع السياسي، أن يكون هادئا، العلاقات الثنائية بين البلدين تكون في مسارها الصحيح، الحرب الباردة بين السعودية وإيران من 1979 إلى 2023 لا تعود إلى ما كانت عليه، المقاطعة الدبلوماسية من 2016 حتى الآن تعود بفتح السفارتين، الكلام واعد مبشر، نتأمل أن يكون بعد هذا الاتفاق عودة سفارات من قبل أكثر من دولة عربية أن تحل المشكلة في لبنان، في سوريا، في العراق، وبالتأكيد همنا الأول أن تكون إيران لليمن، حلوا أمركم بأنفسكم وتدع اليمن لأهل اليمن، بمعنى يا سيدي إيران بلد مؤسس في منظمة أوبك كان ينتج 6,200,000 برميل، الآن إنتاجه أقل من 150,000 برميل. إيران متعطشة لأن تعود اقتصاديا، تعالج أوضاعها السياسية، تحسن صورتها في الإقليم، وتكون مع الجوار جوارا طيبا. بمعنى أشكرك، أشكرك دكتور محمد، سأعود إلى حضرتك. أشكرك سيد إلهام لي من دبي. ما هي الفائدة التي ستعود على بكين من سعيها أو من نجاحها في إعادة العلاقات بين الرياض وطهران؟ نعم، موضوع مهم جدا، ولكن أول قبل كل شيء شكرا جزيلا لدعوتكم المكرمة، وأهلا وسهلا للمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني التي تستفيد منها الصين نفس الفوائد بالنسبة لأغلبية دول العالم، وهي الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها المنطقة الغنية بالموارد وخاصة الطاقة، وأيضا في الموقع الجغرافي والموقع في اللوجستي، يعني هذا الموقع من الممكن أن نقول يعني في تقاطع القرارات والمحيطات، لذلك يعني هذه المنطقة المستقرة مهمة جدا بالنسبة للصين وأيضا بالنسبة لأغلبية دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك يعني بالنسبة للصين هناك نقطة مهمة جدا. سيد إلهام ابقى معنا، سيد إلهام ابقى معنا، سنحاول فقط أن نستلم صوتك بشكل يعني أكثر جودة، ابقى معنا، وصورتك أيضا يعني ابقى معنا لو تكرمت. سيد لورانس كورب من واشنطن، هذا الاتفاق سعت إليه الصين نكاية في الولايات المتحدة، توافق يا سيد لورنس؟ أعتقد بشكل أساسي أن هذا الاتفاق جيد، لأن إيران والسعودية لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن العديد من القضايا مثل اليمن، لذلك أعتقد أنه جيد. إن الصين بشكل أساسي تهتم بهذا لأن ذلك سوف يعزز إمدادات النفط أيضا. الولايات المتحدة تتساءل هل الصين ستوقف إيران عن تطوير السلاح النووي أم سيكون لديها الإمكانية لذلك، لأن ذلك سوف يزعزع الاستقرار في المنطقة بالكامل، وسوف يجعل من الصين سوف يجعل الأمر أصعب على الصين لنفوذها الاقتصادي. ولكن واشنطن يا سيد لورنس بالتأكيد لا ترحب به. بشكل أساسي لا أعتقد بأنها لا ترحب، ولكن هناك قلق بشأن التأثير والنفوذ الصيني في العالم ككل. على سبيل المثال، من بين الأمور التي تحدث في الوقت الحالي أن الولايات المتحدة تركز في سلطتها العسكرية بشكل أساسي على الصين، وتتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أساسي، ترسل كل هذه الأسلحة إلى الشرق الأوسط حيث شاركت في عدد من الحروب عبر عدد من الجنود 30,000 تقريبا في المنطقة مقارنة بالباسيفيك ومناطق أخرى، والمعدات التي تقدمها لأوكرانيا والجنود أيضا المقدمة في أوروبا. دكتور محمد من الرياض، هل نستطيع أن نقول
إن هذا القرار السعودي بإعادة العلاقات مع طهران هو قرار تاريخي، لأنه يخالف الرغبة الأمريكية؟ هو بالتأكيد قرار تاريخي، أما من حيث العلاقات السعودية الأمريكية ذات الثمانية عقود، هو إن قلت من الناحية الاقتصادية سيوجه بعض الاستثمارات إلى الصين لأنها رعت هذا الاتفاق، سيحد من القلق والتأزم في المنطقة من وضع أمني متأزم إلى وضع اقتصادي ورفاه للشعوب. بالتأكيد هذه الأمور لا تخدم بيع السلاح الأمريكي وتوجه جزء من الاقتصاد إلى الصين. إذا عدنا إلى أزمة، لا أتحدث هنا يا دكتور محمد بعد إذن حضرتك عن صفقات أو عن استثمارات، لا أتحدث عن طابع سياسي، عن نمط سياسي، عن هوية سياسية للمنطقة. هذا القرار ربما بداية، هل تعتقد حضرتك يا دكتور محمد أن واشنطن ترحب بهذا التقارب بإيجاز؟ يعني بالتأكيد بدون رعايتها هي لا ترحب، لأن الصين أثبتت أنها قطب سياسي عالمي موازي لأمريكا. طيب فهم، إذن افهمني، اسمحني إذن اسمحني دكتور محمد، إذن حضرتك تقول لنا الآن أن واشنطن بالتأكيد لا ترحب بهذا الاتفاق، ورغم ذلك أقدمت عليه الرياض. هنا السؤال، يعني هل تعتقد أننا أمام قرار تاريخي لأنه يخالف الرؤية الأمريكية؟ دعنا نقول حدث في 14 سبتمبر 2016 حدث تاريخي في المملكة وعلى مستوى العالم، وهو ضرب بديق وحرض أكبر معملين انتجال النفط، 5 مليون و700 ألف برميل. الولايات المتحدة كانت أقمارها الصناعية ومراقبتها واستخباراتها نائمة، أو بمعنى لم تعل انتباها. هذا الأمر أوعز إلى سيدي ولي العهد الكريم وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بأن يكون هناك شراكات أخرى، بمعنى الولايات المتحدة لم تعد تولي شركائها الاستراتيجيين اهتماما، وظهر ذلك جليا في عهد باراك اوباما الرئيس الاسبق الغير معصوم عليه، واستمرارا لعهد الرئيس بايدن الذي كان نائبا له، والان يقال ان من يدير الوضع هو باراك اوباما وان بايدن ما هو لرئيس سوري على الولايات المتحده الامريكيه. سيد لورانس من واشنطن، هناك من يقول ان الخاسر الاكبر من التقارب الإيراني السعودي هو الولايات المتحدة، باختصار لأن الولايات المتحدة كانت تعتمد على إيران في زيادة مبيعات السلاح إلى منطقة الخليج العربي، وفي المقابل تعتمد على الخليج العربي من أجل تضييق الخناق على إيران. أريد منك تعقيبا. بشكل أساسي السعودية والولايات المتحدة لديهما طرق مختلفة للإعراب عن رؤيتهم. على سبيل المثال، عندما بدأت الحرب في أوكرانيا كانت هناك محاولات للضغط على السعودية لزيادة الإنتاج من النفط حتى يتم الاستغناء عن النفط الروسي، ولم تستجب، وبالتالي هما غير متفقتين على كل القضايا. أيضا الأزمة الأساسية كانت الحرب بين السعودية والإيرانيين، لم يكن هناك وساطة في هذا الاتفاق، لأن الخروج من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ من قبل الرئيس السابق ترامب، ولكن هذا أثر على علاقاتنا. وكما ذكرت من قبل، ليس هناك شيء آخر يمكن أن يوقف الأمور المريعة التي تحدث في اليمن إلا هذا الاتفاق الذي سوف يعود على هذه البلدان بالأمر الجيد وعلى دول المنطقة. أيضا السعودية كانت تستخدم عدد من النظم في اليمن، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تأثير لذلك على اليمن، ويوقف الصين أيضا عن زيادة نفوذها في العالم. هي لديها نفوذ متزايد، لديها علاقات هائلة مع إسرائيل أيضا. ولكني سيد لورنس أسألك عن الخاسر الأكبر، من هو الخاسر الأكبر من اتفاق الرياضي وطهران برأيك؟
لا أعتقد أن هناك خاسر أكبر، الكل يفوز. ليس بالضرورة أن يكون هناك خاسر أكبر. بالنسبة للصين سيزيد نفوذها في المنطقة، لا شك في ذلك. الولايات المتحدة ترى بأن هناك تهديد متسارع من الصين في المنطقة الباسيفيك، أيضا المساعدات لروسيا ولتمديد هذه الحرب المريعة في أوكرانيا. هناك قلق بشأن ما يمكن أن تقوم به الصين تجاه تايوان. هناك قد تكون هناك مواجهة عسكرية كبيرة، وأيضا الصين من القوى النووية المتزايدة، هي لم توقع على اتفاقيات عدم نشر الأسلحة النووية، وأيضا أعتقد أن هذا يعود بنا إلى حقبة الاتحاد السوفيتي. هناك حاجة للتعامل مع الصين أن تكون عضو مسؤول في المجتمع الدولي. أنا لا أعتقد بأن هذا يقلل من الأمن الدولي، ولكن يعزز الأمن العالمي، تحديدا عندما يكون هناك دولتين متنافستين تتفقان على قواسم مشتركة. سيد إلهام لي من دبي، الآن نعود إليك. كنا سألناك عن الفائدة، لماذا سعت الصين إلى إعادة العلاقات ما بين طهران والرياض؟ ما هي الفائدة التي ستعود على بكين؟ نعم، أنا آسف جدا للمشكلة في الإنترنت. في الحقيقة يعني اتفضل. عندما نتكلم عن الفوائد بالنسبة للاتفاق الإيراني السعودي، في الحقيقة تستفيد منها الصين زي ما يستفيد منها أو تستفيد منها أغلبية الدول في العالم، وهي منطقة الشرق الأوسط الآمنة والسليمة والمستقرة. نظرا لهذه المنطقة، لأهمية هذه المنطقة جغرافيا وأيضا يعني لوجستيا، وأيضا الأهمية في تصدير الطاقة إلى كل من الصين وإلى الهند إلى اليابان إلى كوريا الجنوبية، يعني هناك أهمية كبيرة بالنسبة للصين لأول دول شرق آسيا لهذا الاتفاق. وبالإضافة إلى ذلك يعني هناك نقطة مهمة جدا بالنسبة للصين، يعني توقيع هذه الاتفاقية يعتبر يعني تعزيز الثقة المتبادلة بين الصين ودول الشرق الأوسط، ليس فقط مع المملكة العربية السعودية وإيران، بل أيضا للدول العديد في الشرق الأوسط. مهما يعني كما لاحظنا في الأيام الأخيرة، لاحظنا أن هناك تقرب للعلاقات الإيرانية الإماراتية، وأيضا هناك يعني إشارة متفائلة بين إيران وأيضا مملكة البحرين. واليوم شهدنا هناك أنباء حول اتفاق السعودية السورية لإعادة انفتاح السفارتين. وبالإضافة إلى ذلك يعني هناك الكثير من الأزمات المفتاح عند الدولتين الكبرى إقليمية، وهما المملكة العربية السعودية وإيران. ففي الحقيقة خلاصة القول يعني وإجابة عن سؤالك اتجاه ضيفنا من واشنطن، وبالنسبة إلى الخاسرين، فمن هو الخاسرين في هذا الاتفاق؟ الذين كان يتلاعب مع القضايا من؟ المختلفة في الشرق الأوسط، أقصد بعض الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة التي كانت تشن كثير من الحروب في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يعني بدون التداعيات إلا التداعيات السلبية على هذه المنطقة، إلا يعني الفوضى والنزاعات بين القوى المختلفة في هذه المنطقة. دكتور محمد من الرياض، ثمة نقطة بحاجة إلى كثير من الإيضاح يا دكتور محمد. الموقف الخليجي من إيران كان موحدا، يعني منذ سنوات، يعني منذ 79 نحن نتحدث عن موقف موحد. الآن حين نتحدث عن إعادة العلاقات ما بين الرياض وطهران، هل نحن نتحدث عن موقف سعودي إيراني أم موقف خليجي إيراني؟ بالتأكيد يا سيدي، الموقف سعودي إيراني، ولكن هو بالتأكيد رأي دول مجلس التعاون الست رأي واحد، بمعنى هو موقف خليجي إيراني. إيران ليست دولة هامشية، هي جزء من الجغرافيا الكبيرة جارة لدول الخليج الست. سيكون هناك عودة للعلاقات السعودية و
الكويتية الإماراتية والأكثر تأزما البحرينية، بمعنى هذه الدول سيكون هناك علاقات سياسية اقتصادية، تحسن في المناخ والجو السياسي الخليجي الإيراني الذي غاب عن المشهد لفترات طويلة. وأعتقد أن بطل إعادة العلاقات هو المستشار الأمني أو رجل الاستخبارات الأول علي الأدميرال علي شامخاني، بتوجيه من المرشد شخصيا علي خامنئي، وإقصاء إلى الرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذين أتيا إلى المشهد أخيرا، ولكن عراب هذا الأمر هو علي شامخاني. سيد لورنس من واشنطن، الفورين أفيرز يا سيد لورنس تقول، يعني تحذر في نهاية الأمر الإدارة الأمريكية، تقول الإدارة الأمريكية انتهت الطريقة التي كانت تتعامل بها واشنطن مع الشرق الأوسط، هذه السياسات لم تعد باقية، الآن على الإدارة الأمريكية أن تجد لها طريقة جديدة، وإلا ستخسر ما تبقى من نفوذها بالمنطقة العربية والشرق الأوسط. أريد منك تعقيبا. أعتقد أن هذا غير منطقي. الولايات المتحدة لا يزال لديها الكثير من النفوذ، 30,000 جندي في المنطقة، في البحر، تواجد في البحرين، في العراق وسوريا، تواجه كل المخططات في المنطقة من 25,000 إلى 30,000. نحن هناك تواجد وهناك نفوذ، هناك محاولات لدعم الاستقرار في المنطقة، التخلص من داعش من سوريا والعراق، محاولات لحماية العراق من النفوذ الإيراني. نحن لم نترك المنطقة، هناك علاقات جيدة مع السعودية، ربما ليست المتميزة، هناك خلافات بشأن بعض القضايا، على سبيل المثال بعض الأمور المتعلقة باليمن، حيث الكونغرس أوقف بعض الإمدادات المتعلقة بالنظم القاتلة العسكرية. أيضا بالنسبة لإيران، الاتفاق النووي مع إيران هذه هي الأولوية القصوى، هناك مفاوضات معهم بهذا الصدد. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا توقفت كل هذه الجنود، لأن العدد قليل من الدول تقف إلى جانب روسيا في هذه الأزمة، كوريا الشمالية وعدد قليل يقدم عتاد عسكري لها، وبالتالي بشكل أساسي العالم قد تغير منذ هذه الحرب، في انتهاء الحرب في العراق وفي أفغانستان 200,000 جندي تقلص إلى 30,000، هذا الرقم. هذا لا يعني بأنه ليس هناك نفوذ، هناك أيضا تدريبات عسكرية كبيرة مع إسرائيل لضرب أنه إذا كان هناك أي طرف لديه من الحماقة ما يكفي كإيران، يمكن أن يرتدع بمثل هذه التدريبات. بمنتهى الإيجاز سيد لورنس، لو تكرمت يعني في دقيقة، لو تكرمت، لا أتحدث هنا عن نفوذ عسكري، لا أتحدث عن نفوذ سياسي. كانت عندما ربما تشير الإدارة الأمريكية برأي ما على المنطقة كان يسمع لها، هذا هو سؤالي. لا لا، لم يكن هناك نفس التأثير المعتاد، لأن الشرق الأوسط تغير بشكل كبير. العلاقات مع السعودية على مدار سنوات كانت هناك تطورات، حيث أن السعودية لديها تجارة مع دول مختلفة، أيضا السعوديين قاموا بقتل أحد الصحفيين الأمريكيين. هناك بعض المعوقات في العلاقات مع السعودية، ولكن حقيقة الأمر أنه لا يزال هناك علاقات جيدة مع دول الخليج، من الواضح، مع إسرائيل أيضا ومع مصر، لا يزال هناك علاقات جيدة مع تركيا. وهذا لا يعني بأنه ليس هناك نفوذ في المنطقة، لكن هناك علاقات جيدة مع الأردن أيضا.
دكتور محمد من الرياض، فكرة أن الصين هي من أعلنت عن ذلك الأمر فجأة يا دكتور محمد، يعني بالتأكيد هذا الأمر أخذ وقته من التحضيرات، إنما أريد أن يتم الإعلان عنه فجأة، وفكرة أن الصين هي من سعت إليه ورعته وتضمنه ربما، لا نعلم التفاصيل يعني، وليست روسيا مثلا، هل نفهم من ذلك أن منطقة الشرق الأوسط أخذت قرارها بأن تركن إلى دائرة عدم الانحياز؟ لا يا سيدي، الأمر ليس كذلك، ولكن وجود ضامن لدولة مثل إيران وتصالح سعودي إيراني، هذا الأمر ليس عدم انحيازا، ولكنه هو سعي إلى ما تحتاجه المنطقة من مصالح. المنطقة تحتاج إلى تنمية، وبالتأكيد هدوء سياسي، رفاه اقتصادي، عمل على ما يخدم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد هدوء إيران وانضواء إيران إلى الداخل الإيراني في إصلاح شأنها، المظاهرات الموجودة فيها، الجانب الصحي والسياسي والاقتصادي داخل إيران مساعدتها. يا سيدي، الآن يتحدثون داخل إيران عن أن الشركة البترولية العملاقة أرامكو ستأتي لمساعدة إيران في إعادة إنتاجها إلى ما كان سابقا، إلى تقارب تجاري واقتصادي خليجي إيراني. هذه الأمور لولا وجود دولة استفادت من الأزمة العالمية، ما حصل في 21 و22، أزمة كورونا وأزمة أوكرانيا، خسر العالم الشيء الكثير. الجي دي بي، الناتج المحلي الأمريكي، نزل من 24.8 إلى 22 تريليون. الصين خرجت أو زادت من 14.5 تريليون دولار إلى 15.2 تريليون دولار، بمعنى الصين تخدمنا لأن اتجاهها اقتصادي ولا تود الحروب، لديها مع إيران اتفاق الربع قرن، بالتأكيد تحتاج الغاز والنفط لمصانعها لإنتاجها، تأخذ من دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 40% من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي. طيب، العلاقات الاقتصادية قوية، لذلك الصين هي من يخدمنا أكثر من غيرها، بمعنى كان هناك وساطة روسية لم تنجح، محاولات أمريكية لم تنجح، محاولات أوروبية لم تنجح، صحيح، ولكن من نجح هو الصينيون. طيب، لذلك هم يستحقون الاحترام في هذا الشأن. سيد إلهام لي من دبي، هذا هو سؤالي الأخير، هل نستطيع أن نقول الآن أصبح للصين حليفان في منطقة الشرق الأوسط، بينما الصين تستعد لمواجهة سياسية، دعنا نقول يعني، مع الولايات المتحدة، الحليفان هما طهران والرياض؟ نعم، في الحقيقة الصين حتى الآن ما زالت تتمسك في سياسة عدم تشكيل تحالف مهما كانت الاقتصادية. لا أتحدث عن تحالف يعني بمعاهدة، نعم، يعني مكتوب. نعم، أتحدث عن حلف وارسو، نعم، وعن حلف النيتو. لا أتحدث عن تحالف، نعم، سياسي. نعم، عندما نتكلم عن تحالف سياسي أعتقد نوعا ما يكون هناك عملية تعزيز الثقة المتبادلة بين الصين ودول الشرق الأوسط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وإيران، وهذا بسبب أو هذا نظرا للاتفاق الموقع في الصين في عاصمة الصينية بكين، وأيضا للمصالح الكبيرة بين الصين ودول الشرق الأوسط. ولكن خلاصة القول، يعني كما لاحظنا هناك تصريح من قبل الحكومة الصينية، الشرق الأوسط يعني القرار يعود إلى مواطنين أو شعوب الشرق الأوسط أو قيادات الشرق الأوسط، ولا تعود القرارات إلى أي دولة من خارج هذه المنطقة مهما كانت الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة. ولكن يعني الصين ترغب أو تسعى لتبذل جهودا لتحقيق هذه الأهداف، لتحقيق الاستقرار والسلام. طيب، في منطقة الشرق الأوسط. سيد لورانس من واشنطن، هذا هو سؤال الأخير لحضرتك وفي حوارنا، هل سنشهد تغيرا ما في تعامل واشنطن، في سياسات واشنطن مع الشرق الأوسط بعد اتفاق الرياض وطهران؟
أعتقد أن الولايات المتحدة تحافظ على نفس سياساتها حماية إسرائيل، أن تحاول بشكل أساسي أن توقف الحرب في اليمن وأن تمنع الصين أو روسيا من استغلال الشرق الأوسط لأغراض عسكرية. حتى الآن لا يحدث ذلك. الولايات المتحدة تقول بأننا غير مهددين من شركائنا عسكريا منذ 11 سبتمبر، ولكن بشكل أساسي نريد أن نرى الاستقرار والأمن والوصول إلى أسواق الطاقة، لأن ذلك يؤثر على الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم من بينها الولايات المتحدة. من واشنطن لورانس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن دبي إلهام لي الباحث في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية، ومن الرياض دكتور محمد الأحبابي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم. نناقش أيضا في مدار الغد الليلة رغبة عالمية واسعة في التعددية القطبية، فأي نوع من العالم سيكون ذاك متعدد الأقطاب؟ أهلا بكم من جديد في مدار الغد. خلص مقال نشرته مجلة فورين بوليس الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة خائفة للغاية من عالم متعدد الأقطاب، بل وتتمسك بنظام أحادي القطب لم يعد موجودا. لكن المجلة ترى أيضا أن العالم ربما يصبح ثنائي القطبية واشنطن وبكين، أو ربما يشهد نسخة غير متوازنة من التعددية القطبية، تكون فيها الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها قوى كبرى متعددة غير متكافئة. فأي نوع من العالم سيكون ذاك متعدد الأقطاب؟ من القاهرة أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، ومن اسطنبول محمد زاهد جول رئيس مركز شرقيات ورئيس تحرير صحيفة اندبندنت تركيا. أهلا بكما. أبدأ معك سيد أحمد من القاهرة. الفورين بوليسي تقول إن الولايات المتحدة تتمسك بعالم أحادي القطبية لم يعد موجودا أصلا، هل تتفق مع ما جاءت به الفورين بوليسي؟ تحية لحضرتك والأستاذ محمد زاهد جول في تركيا. وفي الواقع ما ذكرته فورين بوليسي إلى حد كبير دقيق، لم يعد هناك نظام أحادية قطبية، ولكن أيضا لم نصل بعد إلى تعددية قطبية. نحن إزاء ما يمكن وصفه ما قبل النظام العالمي الجديد. لدينا نظام عالمي منذ عام 91 لم تستثمره أمريكا حين كانت القطب الواحد في العالم، وإنما دخلت حروب غير جيدة وأثارت مشكلات كان يمكن تجاوزها، ولم تكن صديقة حقيقية لحلفاء وثقوا فيها، ومن ثم فإنها لم تستثمر العقود السابقة التي كانت فيها تمثل القطب الأوحد في العالم. الآن نحن لسنا في حالة القطب الأوحد، ولا ثنائية قطبية ولا ثلاثية تشمل الصين وروسيا إلى جانب أمريكا. نحن في عالم قيد التشكيل، ما قبل النظام العالمي الجديد إذا جاز التعبير. سيد محمد جول من إسطنبول، حين نقول نحن في مرحلة التجهيز لنظام عالمي جديد يخلف نظام 91، طيب من هي القوى الكبرى العالمية حاليا التي ستحتل مكانة في هذا النظام الجديد برأيك؟
بداية التحية الطيبة لك أهلا بحضرتك. ولضيفك الكريم الأستاذ أحمد المسلماني ولجميع مشاهدي قناتكم، ورمضان كريم على الجميع. الله أكرم. يعني ابتداء أنا أتفق مع ما تحدث به ضيفكم الدكتور أحمد في التوصيف، أننا في مرحلة ظهور ما يمكن تسميته بالعالم الجديد أو النظام العالمي الجديد إن صح التعبير، وبالتالي من المؤكد أننا لا نعرف بشكل دقيق ملامح هذا النظام الجديد. من المؤكد أن الدول الإقليمية ابتداء الكبرى ستلعب دورا أساسيا محوريا في مناطقها، كما نشهد ذلك في المشهد العربي وكذلك في المشهد الآسيوي بشكل واضح، بل وحتى الأفريقي، وكل ذلك بطبيعة الحال على حساب الدور التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية التي كانت كمركز ثقل وتأثير في هذه المناطق ربما لعقود تلت في القرن الماضي. وبالتالي الآن هناك شيء جديد حقيقة يحدث في الساحة السياسية الدولية بشكل عام، يلاحظ ذلك الجميع، فشل حتى إيقاف الحرب الأوكرانية الروسية، الوساطات المختلفة التي دخلت على هذا الخط، الكثير من القيل والقال الذي قيل، لا يوجد هناك ثقة حقيقي لأحد على حساب طرف آخر. من المؤكد أننا نتحدث عن الصين ونتحدث عن الهند ونتحدث عن روسيا ونتحدث عن دول أخرى ربما وازنة موجودة على الساحة الدولية السياسية بشكل فاعل اليوم. حقيقة كما هو متابع لديكم في الأخبار، نتحدث عن وساطة قامت بها المملكة العربية السعودية والإمارات مثلا في إطلاق سراح العديد من الرهائن المحتجزين في الطرفين في الحرب الأوكرانية الروسية. هذا يؤكد بحد ذاته عدم وجود لاعب دولي حقيقي في هذا المشهد، مما يجعل المملكة العربية السعودية والإمارات تلعب أدوار حقيقية في المشهد الدولي على حساب دول كانت هي المستفردة، دعنا نقول، بمثل هذه الأدوار لعقود طويلة. وبالتالي من المؤكد أننا نتحدث عن تشكل مشهد جديد وصورة جديدة في المشهد السياسي الإقليمي والدولي، ونعيش تجليات ربما، وهذه الأزمات التي نحن فيها الآن هي ربما تجليات لهذه الولادة المتعثرة، دعنا لنقل. نعم، إذن أستاذ أحمد من القاهرة، حضرتك ترى أننا الآن في مرحلة ما قبل النظام العالمي الجديد، وبالتالي ربما يتغير أقطابه، ربما يعني، إنما بما أنه في السياسة ليس هناك شيء بالمجان، وبما أن أي نجاح يتحقق في السياسة يأتي بعد مواجهة، يجب أن تكون هناك مواجهة حتى يعلن المنتصر الجديد. يعني ما شكل هذه المواجهة التي ستخرج علينا ب الأقطاب الجديدة أو القطب الجديد؟ الحقيقة أستاذ محمد أنه تاريخيا إذا قلنا في العصر الحديث والمعاصر تشكل النظام العالمي باستمرار بعد حرب كبرى. مثلا أول أساس لنظام عالمي كبير يشار إليه تاريخيا هو النظام الذي بني على معاهدة فيينا 1815 عقب الحروب النابليونية التي دمرت أوروبا. معاهدة 1815 أو النظام العالمي الذي بني على هذه المعاهدة نجح لمدة 100 عام حتى 1914 الحرب العالمية الأولى. إذن هذا النظام أول نظام عالمي في العصر الحديث بني على حرب كبرى هي الحروب النابليونية. ثم النظام العالمي عصبة الأمم بني على حرب كبرى هي الحرب العالمية الأولى. ثم نظام الأمم المتحدة إجمالا وصولا إلى الآن بني على الحرب العالمية الثانية، وحتى نظام القطبية الثنائية بني استنادا إلى وامتدادا لي ثم تأسيسا للحرب الباردة بين قوتين عظميين. كل ما نتمناه، ولكن هذا يدخل في إطار الفلسفة أكثر منه في إطار العلم، كل ما نتمناه ألا نصل إلى حرب عالمية تؤسس نظام عالمي جديد، وأن يولد هذا النظام حتى لو ولادة متعسرة حسب تعبير الأستاذ محمد زاهد جل، إنما أن يولد النظام متعسرا أفضل كثيرا من أن يولد من رحم حرب كبرى،
لا تبقي ولا تظهر. الآن الحديث عن حرب نووية، عن الإيران المخضب في دعم أوكرانيا ثم تهديد نووي في الطرف الآخر، محاولة للتضييق على الرئيس بوتين، التهديد بأن ذلك يمد الحرب. ما سمعناه في آخر 48 ساعة أو آخر 36 ساعة أكثر خطرا من العام الماضي بكله. أجمل فأقول أن النظام العالمي بني في العصر الحديث والمعاصر باستمرار على حرب كبرى. نتمنى ألا يتأسس النظام العالمي الجديد أو القادم على حرب كبرى ممثلة، وأن يكون أفضل حالا من النظم السابقة. سيد محمد جول من اسطنبول، هناك من يرى يا سيد محمد أن الكبيرة سيظل كبيرة يعني، وأن القوة ستظل باقية، وأن إذا كان النظام العالمي يشهد تغيرات فإن ذلك بإرادة أمريكية، لأنها باختصار خسرت كثيرا، أنت كثيرا من فكرة شرطي العالم، من فكرة أنها تتحدث عن حقوق الإنسان في موزمبيق وفي أقصى شرق آسيا وهكذا يعني، تحتاج إلى من يعاونها الآن. هل توافق على ذلك أم تعترض؟ ما أعترض يا سيدي، لأننا نتحدث فعليا أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد ما يمكن تسميته بالترهل والضعف. يعني أقوى دليل على ذلك يمكن مشاهدته في منطقتنا العربية والإسلامية بشكل عام. يمكن الحديث أن فترة التسعينات وما قبل كان وزير الخارجية الأمريكي يستطيع حل الكثير من القضايا العالقة في المنطقة والإشكاليات التي كانت تعصف بالمنطقة، وكانت تحل عبر زيارات بين الطرفين في سياق توافقي. لكن في الوقت الراهن أو في السنوات الأخيرة نشاهد أولا غياب الدور الأمريكي بشكل حقيقي، هذه نقطة أولى. هناك عجز دعنا نقول أمريكي واضح في الكثير من مفاصل السياسة الدولية فيما يتعلق بالمنطقة ابتداء، وبالتالي أصبح هناك لاعبون جدد حقيقة في الساحة الدولية وفي الساحة الإقليمية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية أو الدور التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية. لا أدل على ذلك حقيقة الوساطة الأخيرة التي قامت بها الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران. نحن نعرف أن العلاقات بين الخليج عموما وبين المملكة العربية السعودية خصوصا مع الصين علاقة متميزة، وربما يمكن أن يقال أنها أقوى شريك اقتصادي للمملكة، حيث أن التبادل التجاري بينهما يصل إلى أكثر من 45 مليار دولار تقريبا. وبالتالي نحن نتحدث عن علاقة حقيقية متميزة للغاية في البعد الاقتصادي، لكننا لم نشهد الصين يوما ما في ملفات المنطقة الأمنية والسياسية، وأهم ملف بطبيعة الحال خاصة تخص منطقة الخليج يمكن أن نتحدث عن الملف الإيراني بطبيعة الحال، إذ أنه هو أولوية في أولويات الترتيب والاهتمام. وبالتالي أن تدخل الصين على هذه الجزئية، صحيح أننا نتحدث عن وساطة فيما يتعلق بعودة العلاقات الدبلوماسية، لا نتحدث عن حل المشاكل والقضايا بين المملكة العربية السعودية وإيران أو بين المنطقة وإيران، لكن بحد ذاتها أن تكون الصين تلعب دور الوسيط في هذا الملف تحديدا، بحد ذاته هذا يعتبر حقيقة زلزالا سياسيا حقيقيا يعبر، لا أقول المنطقة طيب بحد ذاته، وإنما يعبر أرجواء الولايات المتحدة رائع الأمريكية التي تعتبر الصين كخصم رائع وعدو. رائع أستاذ محمد، اسمح لي ولكن بإجازة لو أمكنك، ولكن سيظل العالم أجمع تقريبا بما فيه الشرق الأوسط بحاجة إلى السلاح الأمريكي، سيظل العالم أجمع بما فيه الشرق الأوسط تقريبا بحاجة إلى التكنولوجيا العسكرية الأمريكية يعني، سيظل العالم أجمع بما فيه الشرق الأوسط بحاجة إلى تجنب الفيتو مثلا في مجلس الأمن وهكذا. يعني أنا لا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ضعيفة، أنا لا أتحدث عن هذا، نحن نعرف القطب الأوحد بداية، القطب الأوحد الذي استمر لأكثر من عقدين من الزمن بشكل واضح وصريح، لكن من المؤكد أن هذا القطب الأوحد وهذه القوة فشلت حقيقة في العراق، فشلت في أفغانستان، فشلت في مناطق كثيرة طيب. وفشل سياساتها بشكل واقعي في أمريكا اللاتينية، وفشل طيب. سياساتها في آسيا،
وبالتالي هي فقدت حقيقة السيطرة، هي فقدت أن تكون لها مصداقية في مجلس الأمن أو في الملف العربي الفلسطيني مثلا أو العربي الإسرائيلي مثلا، وبالتالي الكثير من المصداقية أو المكانة التي كانت تتوافر عليها الولايات المتحدة الأمريكية والبريق الذي كانت تتوافر عليه لم يكن موجودا. طيب. نعم، من المؤكد أنه حتى اللحظة هناك تفوق أمريكي عسكري للولايات المتحدة الأمريكية دون ما منازع. أستاذ أحمد من القاهرة، حين نتحدث عن الأقطاب المتوقعون دعنا نسميهم، يعني نتكلم عن الصاعدون أو عن العائدون، مثلا نتحدث عن روسيا، عن الصين، عن كوريا الشمالية، إنما يبقى السؤال في الجانب الغربي، الاتحاد الأوروبي، هل علينا أن نتعامل حينها مع 27 دولة مجتمعة ككيان كقطب واحد للاتحاد إذا ما أخذ قراره السياسي؟ في الواقع هذا الأمر رمال متحركة، ومن الصعوبة بمكان معرفة إلى أين نذهب. هناك تقديرات أن كل الاتحاد الأوروبي بكل أعضائه سيظل يدور في الفلك الأمريكي، ومن ثم إذا أردت أن تخاطب في بروكسل ففي الواقع اتجه بالهاتف نحو واشنطن. هناك من يقول أن روسيا ربما لا تستطيع أن تكون قطبا في النظام العالمي الجديد، وإنما تدور هي أيضا في فلك الصين، ومن ثم نكون إزاء الصين وأمريكا بالأساس، وروسيا إلى حد كبير في إطار الرؤية الصينية، وأوروبا إلى حد كبير في إطار الرؤية الأمريكية. في كل الأحوال هذا الأمر لم يستقر بعد. روسيا تظل دولة نووية كبرى، لديها اقتصاد ليس الأول ولا الثاني ولا الثالث في العالم، ولكن في ملف الطاقة والغذاء ده اتفاق ذاتي كبير، ومن ثم العالم قيد التشكيل كما نقول. إنما بالعودة إلى الموضوع الرئيسي وهو أن أمريكا تتراجع في العالم، هناك مستويين للتراجع. مستوى التراجع باعتبارها قائدة للحضارة المعاصرة، لم تعد أمريكا وحدها هي نموذج التقدم في العالم المعاصر. إذا كان وادي السيليكون بهذا التقدم على مدى السنوات الفائتة، هناك بالمقابل في الصين وادي سيليكون مقابل ليس بهذا الاسم، إنما لدينا هواوي والفايف جي وتيك توك وويتشات وعلي بابا ومجموعة كبرى تمشي على غرار العولمة الأمريكية. أيضا إذا كان ذلك على سبيل أو على إطار التهديد الثقافي والحضاري والأكاديمي التي تتقدم فيه الصين وحتى علوم الفضاء والتسلح النووي، هناك أيضا بالمقابل الإخفاق الأمريكي سياسيا كما أشار الضيف الكريم في تركيا. هناك إخفاق سياسي أمريكي. إذا قلنا العالم العربي وأمريكا، هناك محطتين أساسيتين تعبران عن ذلك. محطة الغزو العراقي للكويت سنة 2090 ومن ثم حرب الخليج الثانية 91، وهناك الغزو الأمريكي للعراق ومن ثم حرب الخليج الثالثة 2003. في حرب الخليج الثانية تحرير دولة الكويت الشقيقة، كان هناك في العالم العربي اعتقاد وثقة كبيرة جدا أنه يمكن الاعتماد على أمريكا. لكن الغزو الأمريكي للعراق منذ 20 عاما تأكد أنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا. كل ما حدث أنه لم تكن هناك أسلحة دمار شامل، أن الوعد بالحرية والديمقراطية لم يتحقق، أن القول بالازدهار في العراق لم يتحقق. كل ما حدث هو أن إيران أصبحت أقوى في العراق وفي المنطقة، ومن ثم إذا كانت أمريكا قد كسرت حرب الخليج الثانية فقد خسرت المصداقية بدءا من حرب الخليج الثالثة وحتى الآن، وصول إلى أفغانستان، الموقف من الحوثيين، الموقف من قضايا كثيرة في المنطقة. أمريكا تتراجع سياسيا في العالم، وكذلك أيضا فإنها لا تزال القوة الأولى حضاريا، ولكنها أيضا مهددة بمراكز حضارية أخرى تنبع أو تشرق من الشرق. أشكرك من القاهرة أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، ونشكر ضيفنا من اسطنبول محمد زاهد جول رئيس مركز شرقيات ورئيس تحرير صحيفة إنديبندنت تركيا. شكرا لكما ورمضان كريم. إذن انتهت حلقة الليلة من مدار الغد وتابعتم خلالها تفاهمات وشراكات بين قوى إقليمية ودولية، فهل تشكل توجها سياسيا جديدا في الشرق الأوسط؟ ورغبة عالمية واسعة في التعددية القطبية، فأي نوع من العالم سيكون ذاك متعدد الأقطاب؟ على رأس الساعة وقفة إخبارية جديدة على شاشة الغد، فابقوا مع الغد.